رئيس تحرير الأهرام والمتخصصة في التعليم. في رأيك التوصيف الدقيق إيه؟ الحلول، يعني لدينا بعض المشكلات وأيضا أمامنا مسارات للحلول. خلي بال حضرتك إن الحلول اللي بتوضع دي بتوضع في ظروف صعبة جدا، ظروف أنت عندك زيادة سكانية هائلة، عندك أعداد كبيرة من الطلاب، حوالي 800 ألف طالب أو تلميذ سنويا بيدخلوا التعليم قبل الجامعي، يعني أو اللي هو رياض الأطفال اللي بيلتحقوا، الطلبة الأطفال اللي بيلتحقوا في رياض الأطفال، في زيادة سنوية حوالي 800 ألف طفل. طبعا دي زيادة كبيرة جدا، وده رقم أعلن وزير التربية والتعليم قبل كده في مؤتمر صحفي. فأنت عندك مشكلة كبيرة في الانفجار السكاني، وعندك عدد المدارس وتوزيع الطلاب على المحافظات وتوزيع المعلمين، ويمكن دي الأزمة الأكبر في مشكلة سد العجز في المعلمين، هو سوء التوزيع. فأنت عندك هذه المشكلة الهائلة اللي بتلتهم أي إنجازات بتحدث أو بتلتهم أي مؤشرات لتطوير التعليم، هو الزيادة السكانية. الزيادة السكانية مع أنك أنت محافظ على مجانية التعليم، مع أنك أنت محافظ على جامعات حكومية ومدارس حكومية، مع طبعا ده حق أصيل لكل مواطن مصري، وبتحاول مع ده تقدم خدمات تعليمية بمصروفات تناسب بعض الطبقات أو تناسب بعض أولياء الأمور اللي عايزين تعليم متميز لأبنائهم، زي مثال الجامعات الأهلية. يعني الجامعات الأهلية دي جامعات غير هادفة للربح، بمعنى أن كل الفلوس أو الأموال اللي بتدخل لها بيعاد مرة أخرى تشغيلها داخل الجامعة من خلال يعني تحسين البنية التحتية في الجامعات، من خلال أيضا يعني زيادة مرتبات أعضاء هيئات التدريس وإضافة أعضاء هيئات تدريس جديدة. فكل هذه الأمور مع الانفجار السكاني ومع يعني التحديات اللي بنمر بيها من تحديات اقتصادية، فإن احنا نوفر هذه المدارس أو نوفر هذه الجامعات، ويمكن سيادة الرئيس أعلن عن إنشاء حوالي 100 مدرسة خلال الفترة المقبلة. فكل هذه الأمور بصراحة أحيانا يعني بسأل نفسي، الرئيس بيعمل حاجات دي إزاي؟ بيحاول يعني يدبر الأمور إزاي؟ فعلا مسألة يعني عويصة جدا، لأن إحنا معنيين بالملف وفاهمين اللي بيحدث على أرض الواقع في أمور كثيرة خاصة بالعملية التعليمية، وفي ظروف صعبة جدا، مدرسين بيطالبوا بزيادة مرتبات وعلاوات، وده من حقهم وحق طبعا خلاف مشروع وطبيعي، لكن المشكلة في التحديات اللي بتواجه الدولة وتوفير هذا وزيادة ميزانية التعليم. يعني زيادة ميزانية التعليم وصلت حوالي 200 مليار، ميزانية كبيرة جدا، رغم أن الرئيس بيقول أنا علشان أوفر تعليم جيد لكل طالب أنا محتاج تريليون مليار مش 200 مليار، لكن مع ذلك بيحاول يدي ملف التعليم اهتمام كبير، يوفر ميزانية هائلة لتطوير التعليم، بيحاول يوفر مدارس جديدة تستوعب كل الطلاب، بيحاول ان هو يعمل جامعات جديدة تستوعب التغيرات اللي بتحدث على مستوى العالم. فالحقيقة يعني انا شايفة ان في اهتمام غير مسبوق بملف التعليم سواء قبل الجامعي او الجامعي من 2014 حتى الآن، وانا شايفة يعني مستقبل مشرق، رغم ان بعض الناس يعني غير متفائله، لكن انا بقول ان في تفاؤل كبير جدا، وابنائنا هيبقوا احسن ابناء وهينافسوا على مستوى عالمي، ومصر هتبقى احسن وبكره احلى ان شاء الله. والله باذن الله. اولا نورتينا وشرفتينا، وفعلا من قلبي دي قاعده ما تتحسبش على الاطلاق، وملف التعليم ده اكبر واهم واعمق من ان احنا نخلصه في 7 8 10 12 دقيقه حتى، فلازم ارجوكي تقبلي دعوتنا مره كمان ونقعد نتكلم بقى بشكل اكثر تفصيلا، وبالذات بقى على التجارب بتاع البلاد بره، فنستلهمها وهنبقى بنشارك في بناء المنظومه يعني على قدنا.